سلطة التمر والجرجير المنكهة بزيت الزيتون والخل البلسمي. أتوقع المكونات: كوبين من أوراق الجرجير المغسولة جيداً، 6 حبات من التمر بدون بذور ومقطعة، 2 ملاعق من جبنة البارميجان. للتتبيلة راح نحتاج لنصف ملعقة خردل ديجون. بنفع خردل ثاني ولا بس ديجون يا طبعاً شيخ؟ أكيد بنفع. و3 ملاعق خل بلسمي. نحتاج ل3 ملاعق زيت زيتون، ملح وفلفل حسب الرغبة. سمير، هاي الجرجير بنضيف عليه الآن إيش؟ التمر الخالي من البذور والمقطع، أضفنا الخردل الديجون، وأضفنا الخل البلسمي، أضفنا ملح وفلفل، والآن بدي أبدأ أضيف زيت الزيتون وبالحركة المستمرة. وعندي كمان جبنة البيرميزان، هاي من السلطات الفخمة والمغذية جدا، وهي تعد من السلطات الجديدة إنك تدخل التمر مع هاي. طبعا هتكون الوصفة هاي من ضمن وصفات الكتاب الجديد يا عيني. إن شاء الله يا عيني يا عيني. طبق كثير مرتب وفي نكهات على فكرة طيبة جدا. هاي النكهات جاي من الخل البلسمي، في حلاوة وفي حموضة. التمر فيه حلاوة، الجرجير فيه الحرورة هاي، يعني هاي خلينا نحكي توليفة تصير هيك تلعب بدماغك لعب. أيوة توليفة تأخذك إلى عوالم يعني أخرى. صح، فجربوها حبايبنا.